بسم الله الرحمن الرحيم. وأريد حقيقة أنا وأخي منصور يعني أن نبحر مع كلام ربنا تبارك وتعالى. الله عز وجل في هذه الساعة وفي هذه اللحظة حينما تخرج هذه النفس من هذا البدن التي جعلها الله تبارك وتعالى مرتبطة بهذا البدن ولها ساعة، يقول سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ماذا يقول الغافل الخاسر عند خروجه روحه؟ يقول الله عز وجل: أن تقول نفسا. الله عز وجل يقول: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. إذن أول ما يتمنى عند خروج روحه أن يكون من المتقين، ثم يقف الناس بين يدي الله عز وجل يوم القيامة يوم الحسرة والندامة. عرفه العلماء فقال: هو التصديق الجازم بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون من الموت وبعد الموت ونعيم القبر وعذاب القبر والحساب ويوم النشر والصراط والميزان والوقوف بين يدي الله عز وجل. الله عز وجل أخبر عن أصحاب التقوى أنهم في هذا اليوم في مقام أمين، أنهم في هذا اليوم يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ماذا يقول الله عز وجل؟ إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون. ثم بعد ذلك إذا كان الناس في الحشر وقفوا بين يدي الله تبارك وتعالى، الغني والفقير، الكبير والصغير، الرجال والنساء وقفوا بين يدي الله في ذلك اليوم، ينقسم الناس إلى قسمين اثنين لا ثالث لهما: فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم يبدأ سياقهم، يقول الله عز وجل عن أصحاب التقوى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ثم بعد ذلك إذا جاء الناس أمام الصراط الذي أحد من السيف وأدق من الشعرة وأحر من الجمرة وأروغ من الثعلب وله كلاليب تخطف الناس وتهوي بهم في النار، قال الله عز وجل عنها: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. إذا نجا أهل التقوى وأقبلوا على أبواب الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا ممن يقف عند أبوابها وتفتح له. إذا وقفوا على أبواب الجنة قال الله تبارك وتعالى: جزاء ما قدموا في هذه الدنيا من تقوى لله عز وجل وخشي له جل في علاه، يقول سبحانه: تلك الجنة، تلك الجنة، تلك الجنة بما فيها من النعيم العظيم، من رؤية الله، من القصور، من الأنهار، من اللبس الحرير، من الحياة الطيبة الذي يعيشها الإنسان في الجنة. قال الله عز وجل: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ما أجمل تقوى الله جل في علاه، ما أجمل أن يعيش العبد لله تبارك وتعالى كما يريد الله، لا كما يريد هو وتريد شهواته ونزواته وملذاته، أن يعيش متقيا لله تبارك وتعالى في سمعه، متقيا لله في بصره، متقيا لله عز وجل في زوجته في أولاده، متقيا لله عز وجل في جيرانه في صلته لأرحامه في عبادته لله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتقين. الله عز وجل
ذكر سبع نداءات لأهل الإيمان وأوصاهم بتقوى الله عز وجل، ونستعرض منها ثلاثة نداءات. انظروا وتأملوا إلى لذة القرآن وإلى كلام الله عز وجل عندما يوصي أهل الإيمان. وكما ذكرت في بداية الحلقة يقول ابن مسعود: إذا سمعتم يا أيها الذين آمنوا فرع لها سمعك، إما خير تؤمر به وإما شر تكف عنه. الله جل في علا يقول في أول نداء في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. هذا النداء الأول. النداء الثاني في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. النداء الثالث الذي في سورة التوبة، في نهاية سورة التوبة، الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول رب جل وعلا في سورة الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.